السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكون كده، صوتي يكون واضح. شوف تعليقات الشباب والزملاء والمعلقين جميعا. مساء الخير لحد ما تدخل معانا لايف، كلهم في اللايف يكونوا موجودين معانا اليوم في الفيسبوك. حدوتة كشفية، إذا كان الصوت مسموع مع الأحباب والرزوان نقرأ أول تعليقاتهم ونشوف إذا كان الصوت مسموع بالنسبة لهم. أعتذر أول حاجة بالنسبة للتأخير حسب الموعد المضروب بيناتنا. أعتذر للناس كلهم على التأخير، دخلنا حوالي 10 دقائق تقريبا لحد ما يتأكدوا أن الصوت واضح من الأصدقاء. إذا كان الصوت واضح نسمع تعليق أول حاجة، نبدأ بعد ذلك نتكلم. مسموع، مرحبا سيد عوادة أبو أمير الخطيب، تحية كشفية، تحية لك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا في حدوتة كشفية وأصدقاء ورواد ومتابعي هذه المجموعة المميزة. تحية لكم، تحية لأستاذة دينا السومة من لبنان على وجودها على المبادرة بالاتصال وتنسيق هذا الجدول لمجموعة من الأصدقاء والناس اللي يعني المبادرين وأصحاب المبادرات في العمل الطوعي وبصفة خاصة في العمل الكشفي. مرحب بكم حسب الشبكة. طيب، موضوعنا زي ما أعلنا عنه في الأيام الفائتة بيتحدث عن دور الإعلام في العمل الطوعي بصفة خاصة. يعني أخذنا نموذج جائحة كورونا، ما تم نحن كمنظمة كشفية عربية، كجمعيات كشفية عربية، كحركة كشفية على مستوى العالم أجمع، شفنا المبادرات اللي تمت. بنتكلم عن يعني النقاط اللي هنتكلم عنها، إنه الإعلام دوره بصفة عامة في العمل الطوعي، وبعد ذاك دور الإعلام في العمل الطوعي في حالة الكوارث، وناخذ الكورونا نموذج ما تم في الكورونا مؤخرا على مستوى العمل الطوعي، وبعد ذاك الاهتمام الإعلام العالمي بصفة عامة وتغيير برمجته. وشفنا الآن القنوات الفضائية، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، كل موضوعاتها معنية بأمر الكورونا فقط، وكل يعني خارطة البرامجية معنية بهذا الأمر. طيب، نبدأ أولا بأنه ما هو يعني سر الاهتمام العالمي بفيروس كورونا، يعني بصفتي يعني مهتم شخصيا بأمر الجوانب المتعلقة بالصحة فترة طويلة في مجال مكافحة الإيدز، الآن في مجال الكورونا من خلال الأنشطة الإعلامية بقوبا مثلا في السودان وبعض الدول الصديقة عبر السوشيال ميديا عبر القنوات الفضائية. ليه العالم كله مهتم بالكورونا رغم انه حتى اليوم تقريبا في الاصابات لم تتجاوز مليون مقارنه بعدد سكان العالم، عدد بسيط جدا. بالنسبه للوفيات لم تتجاوز حتى الان 5% من اجمالي المصابين بفيروس الكورونا كوفيد 19. طيب، ما هو سر اهتمام العالم بهذا الجانب؟ بفتكر انه سر اهتمام العالم بفيروس الكورونا بيرجع لعده اسباب. السبب الاول انه هذا الفيروس فيروس ديمقراطي جدا، لا يميز بين مسلم وغير مسلم، لا يميز بين عربي وافريقي او غير عربي، لا يميز بين الالوان، لا يميز بين المعتقدات، لا يميز بين شخص متعلم وغير متعلم، لا يميز بين شخص فقير او شخص غني. كل العالم يتساوى جميعا، في كل شخص يتساوى متى ما كان هو يعني تجاوز الأشياء المفترض يكون بها في إطار الحماية من نفسه بالنسبة لفيروس الكورونا. هذا هو سر الاهتمام الأول. النقطة الثانية، وافتكر برضو في مجال الاهتمام العالمي، في أنه حتى هذه اللحظة العالم لم يكتشف أي علاج لفيروس الكورونا في مرحلة ما بعد الإصابة، أو أنه شخص يكون مصاب أو مريض، أو لقاح يكون شكل الوقاية في مرحلة أنه هو شخص ممكن يكون عنده لقاح للوقاية قبل الإصابة، عشان نقدر زي التطعيم بتاع يعني الحصبة أو شغل الأطفال وغيره. هذه كلها أشياء مهمة جدا تجعل العالم يهتم بهذا الفيروس. النقطة الثالثة والمهمة، طريقة الانتشار السهلة جدا والسريعة.
لانه فيروس الكورونا كما نعلم انه ممكن سطح السلام الخير والرزاز اي اشياء اخرى سهله جدا، ربما كثير جدا من الامراض الاخرى تنتقل بها، لكن يبقى طريقه الانتقال السريعه جدا بالنسبه لفيروس الكورونا هي تكون سبب في انه اهتمام العالم انه مرض ديمقراطي، انه لا يميز بين شخص واخر، انه سهل جدا جدا في الانتقال، انه لا يوجد علاج ولا يوجد لقاح منه واقي. هذه كلها اسباب تجعل الاهتمام بفيروس الكورونا يعني على مستوى العالم. ده خلى انه يكون في يعني اهتمام العالم كله به، بيأثر على الاقتصاد، بيأثر على السياسة، بيأثر على الاجتماع، بيأثر على حركة الناس، بيأثر حتى على التواصل الاجتماعي بين كل دول العالم. عشان كده جت النقطة الأولى في إنه كل واحد يقعد في بيطن بيته، كل شخص يجلس في بيته، خليك في البيت. عشان كده جت المبادرات في هذا الجانب. بهذا الشكل وبهذا الاهتمام العالمي اللي بنتكلم عنه، إنه كل العالم يهتم بإنه هنالك مهدد أمني، مهدد صحي، مهدد في حياة اجتماعنا في اجتماعية للناس البشر بصفة عامة، مهدد في اقتصاد البشر. كل هذه الاهتمامات العالمية تجعل انه لابد الإعلام يواكب. نحن عندنا في الإعلام القاعدة المتعارف عليها انه شخص او كلب عض شخص هذا هو ليس خبر وليس موضوع. يبقى الموضوع هو انه يعني كلب هذا هو الموضوع الأساسي في الاهتمام بالنسبة لي يعني كموضوع جاذب او يعني يلفت نظر الناس اعلاميا. هذه النقطة الأساسية. العالم كله مهتم، ممكن تابعنا قبل اقل من 7 دقائق من الان، ممكن سبب التاخير احنا دخلنا زي 10 دقائق، مفترض نطلع الساعه 5 على الهواء بتوقيت السودان وتوقيت مصر، دخلنا زي 10 دقائق تقريبا الاولى، لانه كنت متابع انا حوار للامين العام للامم المتحده في قناه العربيه يتحدث برضو عن جانب اخر مهم جدا، اللي هو انه مناطق النزاعات في العالم، مناطق الحروب في العالم، مناطق ضرب امثله بكثير من الدول، ومعظم مناطق النزاعات في العالم هي موجوده في وطننا العربي، في دولنا وفي اقاليمنا العربيه. انه ايضا الالتفات والحديث عن مناطق النزاعات في العالم بيقودنا للحديث عن موضوع الكورونا، انه كثير من الناس الان سلموا الرايه او تنازلوا عن بعض اهدافهم في العمليات العسكريه وغيره، لانه في مهدد الان لا يهدد طوائف ضد بعضها البعض، لا يهدد تنظيمات سياسيه ضد بعضها البعض، لا يهدد قبائل ضد بعضها البعض، انما يهدد البشريه اجمع. الان العالم كله كما أشرنا بالناحية الإعلامية يتحدث عن حول هذا الجانب. يعني في الناحية السياسية شفنا قمة الـ20، شفنا قمة الأوبك، شفنا الاتحاد الأوروبي، شفنا الاتحاد الأفريقي بادر، شفنا الجامعة العربية. ما أعتقد الجامعة العربية يعني قدمت نداءات حتى للأسف الشديد، لكن ربما هنالك برضه فيما يتعلق بقطاع الصحة وغيره. طيب يا جماعة، بهذا الشكل اللي احنا بنتكلم عنه، بهذا الشكل اللي بنتكلم معلش الحاج ابو الحاج ابو محمد، النت ضعيف عندي ولا عندك؟ عشان لو في مشكله عندي انا معي احتياطا يعني واي فاي، معي سيم كارد برضو موجود، نشوف حسب المشكله الموجوده نحاول نتشارك حلها مع بعضنا البعض. ده نسمع برضو اراكم بعد شويه في النقاش اللي حنتناقش فيه مع بعضنا البعض. طيب برجع مره ثانيه وقلنا انه بهذا الشكل كان لابد انه العالم ينتبه للحديث. طيب هذه الكارثة أو هذه الجائحة إذا نتكلم عنها بالشكل العلمي، لو كانت قبل 20 سنة من الآن أو قبل 25 سنة، قبل 30 سنة، ما كان وجهت الاهتمام العالمي الآن. نحن الآن بنتكلم عن العالم كله مهتم بالمتابعة، السوشيال ميديا كلها الآن كل العالم شغال في إنه يعني كمل بيت، كمل على عملك من البيت، كمل أداءك من البيت. أنا بعدين هعلق هسجل التعليقات حقت الشباب الموجودين ونحاول نعلق عليها. أنا هحكي لكم نموذج يعني وإن كان هو موضوع عن دور الإعلام، لكن هنحكي نموذج عن دور العمل الطوعي في السودان، ما تم من يعني من عمل الكشافة في السودان في الفترة الفائتة، والقاموا به الشباب برضو في السودانيين داخل وخارج الوطن في مجال التوعية والتثقيف من استخدام منابرهم واستخدام يعني منابرهم الإعلامية في السوشيال ميديا وفي غيره. نرجع مرة ثانية لموضوعنا الرئيسي اللي هو قلنا انه دور الإعلام. فتحول الأمر من ناحية إعلامية، الإعلام هو علما هو الإخبار، هو انه نخبر الآخرين، لكن في دور آخر للإعلام ربما الناس لا ينتبهوا له كثير، اللي هو دور التوعية والتثقيف، لأنه الإعلام عنده دور مهم جدا في التوعية، في التثقيف، في الوقاية من جانب آخر. تجد انه لا شعوريا، إذا كان بنتكلم عن شهر ديسمبر في العام الماضي 2019،
لما بدأ كان تأتي أخبار متقطعة بسيطة جدا في القنوات أو في بعض المواقع الكورية، هنالك فيروس جديد ظهر في الصين في مدينة اسمها ووهان، أو بدأت الحكومة الصينية التعامل معه وكذا. كان خبر يأتي في آخر النشرات في دولة غير عربية نحن ما معنيين بها. لما تفشى الأمر شوية وتم إغلاق مدينة ووهان في الصين، بعض الدول العربية بما فيها السودان والدول الأخرى الشقيقة والصديقة عندهم جاليات سواء طلبة أو غيره موجودين في الصين، بدأوا ينتبهوا للأمر. إن الموضوع ده أصبح أكثر أهمية أكثر التصاقة، مش خبر في وكالات الأنباء أو كده، حتى على مستوى غرف الأخبار عندنا في قنواتنا الوطنية في القنوات الإخبارية المخصصة بدأوا يهتموا بهذا الجانب كاهتمام، لأنه الآن أصبح يمس شريحة عربية. شفنا نماذج لطلاب لمبتعثين لدارسين سودانيين، شفنا نماذج قلنا في لدول تانية لسودانيين وغير سودانيين وفي دول وجنسيات أخرى موجودين في وهان. بدأ الأمر يعني إنه ناس مثلا إحنا في السودان كان إنه ناس في التنشن، يعني في إنه بيجوا يهتموا بإنه في أمر متعلق بشباب سودانيين موجودين في مدينة وهان. حتى على مستوى أنا نموذج في الإعلام السوداني بدأ له دور في إنه يهتم إنه هنالك أمر. أنا ماشي معاك يا قائد علي في التدري، أنا شكل الاهتمام بدأ كيف، وغرف الأخبار اللي بدأت تهتم في النيوز روم في التلفزيونات في القنوات في الإذاعات في المرحلة الأولى في شهر 12 في شهر واحد أو شهر يناير من العام 2020 الأخبار كانت متباعدة. لكن متى ما أول ما بدأ هنالك حديث عن مبتعثين عن طلاب من الدولة الفلانية أو من الدولة إكس أو من الدولة واي موجودين في الصين نحب نسحبهم، بدينا نهتم بأنه خلاص. أنا مثلا على سبيل المثال في السودان في طلبة سودانيين موجودين في ووهان، أسحبوهم عملوا لهم إجلاء ما بعرف إيه كل الموضوع. برضو بعض الأسر السودانية مثلا أو بعض السودانيين ما كان بالنسبة لهم الموضوع اهتمام. أول ما طلعوا في قناة واحدة اللي أذكر على القناة العربية، طلعوا طالب من ووهان ومعه أمه اللي موجودة في الخرطوم وكذا، بقى كل شخص يحس إنه هذا الأمر يهمني يليني يعني. وبعدين تابعنا عمليات الإجلاء، المايك أنا يعني لابس ميكروفون بروفيشنال يا ابو امير اذا كان الصوت واضح. انا لابس يعني اثنين مايك مش واحد، اذا كان الصوت واضح ما اعرف اسمع منكم اجابه قبل ما اكمل عشان ما نكون بذلنا جهد نسائي. طيب نرجع مره ثانيه، قلنا انه بدا الاهتمام بالتدريج على مستوى العالم على مستوى الاعلام، وحتى ديسكات الاخبار وغرف الاخبار تحولت من انه هي في المرحلة الأولى أخبار يعني الأخبار اللي كانت موجودة. ده مش يعني المايك سماعة يا سيد علي، ده مايك يعني مايك رسمي بتاع التلفزيون بتاع الإعلام، عشان كده أنا مستخدمه بصورة بروفيشنال يعني. إذا أنت شايف موجود معي ده جهاز وده مايك آخر برضه. طيب الصوت احسن. طيب نرجع مره ثانيه يا جماعه، قلنا الاهتمام بدا بالتدرج، اصبح هنالك على مستوى غرف الاخبار طبعا ده كله عشان احنا ماشيين لموضوعنا الرئيسي اللي هو انه دور الاعلام في العمل الطوعي كنموذج في جائحه كورونا. لكن بحكي لك في انه تدرج في الاهتمام العالمي اللي بدا من ديسمبر في شكل التفاصيل، يهتموا بالامر باعتباره خبر في دوله اجنبيه بعيده عن الوطن العربي، لحد ما وصلنا لحد انه في هنالك ابناء او طلاب عرب موجودين في الصين او في مدينه ووهان، تم سحبهم بعد ذاك تم اجلاؤهم الى دولهم. باقي اخر دولتين كانت السودان ودوله اخرى لحد ما تم اجلاؤهم عن طريق دوله الامارات العربيه المتحده، لحد ما رجعوا. بعدين بقى الاهتمام في انه لحد الوقت ذاك ما كان في اي ظهور لفيروس الكورونا في الدول العربيه، كان الامر كانه لا يعنينا بشيء. اول ما ظهرت اول اصابه بفيروس الوطن العربي بدا الاهتمام بشكل مختلف، شفنا في دول الخليج في دول المغرب العربي في دول الشمال الافريقي في دول الشام في دول منطقه حزامنا بالنسبه لنا بالنسبه للسودان شمال السودان وغيره، بدا الاهتمام بشكل مختلف خلى انه الاعلام يتطور ويواكب. الان تقريبا كل نشرات الاخبار ما فيها اي خبر الا موضوع اصابه الفيروس الكورونا. ده بيرجعنا مرة ثانية لأنه دور الإعلام شنو في دعم العمل الطوعي في مثل هذه الحالة تحت جائحة الكورونا. الدولة لوحدها هي السلطة الحكومية في أي مكان في العالم حسب يعني التخصص في العالم بصفة عامة، وزي ما شفنا قبل شوية كان بيتكلم عن الأمم المتحدة، الدولة لوحدها لا تستطيع
أن تستطيع أن تحمي المجتمع مهما أصدرت من قرارات ومن قوانين، تظل هي عاجزة عن إيصال هذه الحقائق للمجتمع، وإن هو يكون أوير أو إن عنده معلومة وتثقيف وأهمية أن يحمي نفسه. لذلك يجي هنا دور المواطن نفسه في الوعي، من الذي سيكون أكثر تواصلا مع المواطن؟ هل هي الجهات الرسمية ولا الـ NGOs أو العمل الطبيعي أو منظمات المجتمع المدني؟ هنا بيجي الاهتمام بتاع إنه المجتمع أصلا بصفة عامة، يعني أي بلد عبارة عن سلطة حاكمة، يعني حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني. قطاع خاص اللي هو البرايفت اللي هو البيزنس وكذا، اللي هو ممكن يكون عنده شغل، هنتكلم عنه بعد شويه في ميل المسؤوليه المجتمعيه ودور الاعلام في شنو، في انه يحفزه. ده في ميل الجانب ده. الجانب الثاني اللي هو جانب الان جي اوز او المنظمات او المنظمات الغير حكوميه او منظمات المجتمع المدني، دي بتشمل شنو؟ بتشمل المنظمات الطوعيه من جانب، وتشمل حتى الاحزاب السياسيه وان كانت باحتوارها انه هي قبل ما تكون جزء من الحكم هناك، هي هنا بالشكل الحزبي بتاعها هي عباره عن منظمات مجتمع مدني مفترض يكون لها دور في العمل الطوعي ودور في المساهمة في بناء المجتمع. بين هذه الثلاثة مكونات الأساسية، الشريك بيناتهم والرابط بيناتهم هو الإعلام، اللي هو معني بأنه يوصل صوت متخذي القرار أو السلطة للقطاع الخاص وللمنظمات أو للمجتمع المدني، وهو يربط برضو بين المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة من جانب، ويربط بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة من جانب آخر. بالإضافة لأنه كل هؤلاء الثلاثة يحتاجوا للإعلام إنه يكون له دور بصفة عامة، ما هو زي ما له دور في القطاع الرسمي وله دور في القطاع الخاص، أكيد له دور في العمل الطوعي أو في منظمات المجتمع المدني، لأنه هي في الأمر في الأساس بتقوم على إنها هي عمل طوعي. حتى السياسيين أو الساسة لما ينضموا لأحزابهم ينضموا في المرحلة الأولى هم كمتطوعين عندهم أفكار، في شخص عنده قدرة إنه يقدم عطاء في العمل الطوعي والإنساني، وشخص آخر لديه القدرة إنه يقدم عطاء في العمل السياسي، يعني دي الطبيعة كده. فيجي دور العمل دور الإعلام في هذا الجانب إنه يعكس ما نقدمه من أفكار، اللي هو ما نروجه من أفكار، زي ما عندنا في حركة الكشفية إحنا نروج لإنها حركة تربوية عالمية غير سياسية تفتح ذراعيها للجميع دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو غيره. نروي لهذه الفكرة، نحن نقدم خدمة، القطاع الخاص ممكن يقدم لنا منتج، القطاع المتخذ القرار يقدم خدمة أو يقدم منتج، نحن برضو ممكن نقدم منتج. ما عندنا منتج ملموس كبرودكت، عندنا منتج بنقدم فكرة. في دور الإعلام في أنه يروي لهذه الفكرة أنه يا جماعة أبنائكم يكونوا جزء من الحركة الكشفية. لماذا؟ لأنها حركة تربوية، لأنها تملى الفراغ، لأنها تنشي جيل تربوي، جيل محب لوطنه، جيل مخلص لربه، جيل يخاف ربه يخاف الله، جيل عابد ذاكر، هكذا كل ما يسوق له كل الحركة الكشفية كما نتفق جميعا في العمل الكشفي أو في العمل الإنساني بصفة عامة. طيب، دور الإعلام في هذه المرحلة كما أشرنا في المرحلة الأولى في العمل كان إنه هو يعكس الأخبار، يخوف الناس إنه هناك فيروس كورونا، الإصابات كل يوم متزايدة، تيجي في الشاشة تحت الإصابات متزايدة من حالة إلى حالتين إلى ثلاثة إلى 500,000، الوفيات في إيطاليا، الوفيات في أسبانيا، الوفيات في إيران، الوفيات في ألمانيا، الوفيات في فرنسا، الوفيات قبلها في الصين، الآن في أمريكا. هو دور الإعلام في إنه كان يعكس هذه الحقائق أول. الآن دخلنا الزاوية من زاوية عمل طوعي وإنساني، نجد إنه دور الإعلام ينعكس الآن للتوعية والتثقيف، لانه حتى دورنا احنا كاعلام عندنا مسؤوليه مجتمعيه. بتكلم عن الاعلام بصفه عامه، لو ممكن يكون تلفاز، ممكن يكون اذاعه، ممكن يكون اعلام مقروء صحف ومجلات، وهو اعلام الحديث الاعلام الالكتروني بصفه عامه، اللي هو الان كل شخص فينا الان موجود في هذا اللايف بيقدم فكره، بيشارك في صفحاته، بيكتب عن الكورونا او غيره، هو يساهم الان في التوعيه والتثقيف. هذا كدور من ادوار الاعلام في العمل الطوعي في جائحه الكورونا نموذجا، وبصفه خاصه نموذج من الكشاف. لدينا إعلاميين زملاء آخرين كثر تعرفونهم جيدا على مستوى دولكم، على مستوى أوطانكم، هم ليسوا جزء من الحركة الكشفية، تظهر حتى الآن صفحاتهم مليئة بالأخبار السياسية والأخبار الأخرى اللي ما معنية بالعمل الإنساني أو العمل الطوعي أو بصفة خاصة عكس المجهودات في مكافحة الكورونا. وهذا الإعلاميين زملاء محترمين، لكن هذا هو الفرق الذي يأتي بين الشخص اللي هو جاي من بيئة العمل الطوعي بيهتم بأنه يقدر يعكس هذه الأشياء ويكون عنده يعني إحساسه بالأمر الإنساني أكثر من الآخرين. هذه غريزة موجودة في كل شخص يمارس الحياة الكشفية في يوم من الأيام، تجده مهتم. تجد صفحاتنا كلها الآن على مستوى الدول العربية تحولت إلى ماذا؟ إلى التوعية وللتثقيف، ولا دور مهم جدا سنتحدث عنه في الختام، اللي هو
عكس مجهوداتنا احنا ومساهماتنا الوطنية، عكس مجهودات الكشاف. نرجع للتوعية والتثقيف برضو بدينا فيها، اذا اخذنا نموذج الاعلام الالكتروني بنتكلم عن انه التوعية والتثقيف في اطار التخويف، لانه عندنا قاعدة اساسية في جوانب بتاعت العلوم الصحية والعلوم الطبية، الشخص لو ما حس بانه خاف من المرض لن يستجيب لك بانه الزم بيتك، اغسل بالماء والصابون، احطس على كف على بطن على يدك هنا، ما تصافح، كل ما الله اداك فرصه غسل مره ثانيه بالماء، استخدم المعقمات وغيرها، لو ما انت كنت يعني وصلت درجه من الخوف لا تستطيع ان تتفاعل مع هذا الامر. ده واحد من ادوار الاعلام، وهذا ما يمارس الاعلام الان كعمل طوعي في القنوات وفي الاذاعات، بيقول لك ننتقل الى مراسلنا في ايطاليا او مراسلنا في اسبانيا او مراسلنا في المانيا او في اي دوله اخرى. المشاهد حينما يشاهد هذه الماده يدخل في حاله من خلينا نقول من الحزن ومن يعني حزين لهذا الوضع اللي حصل له، وفي النهايه كلنا سواء في البشريه، في نفس الوقت يدعو يقول ان شاء الله بلدنا ما توصل لهذه المرحله وهذه درجه، متى ما وصلت لهذا الدعاء معناه انا ابدا اباشر دوري في الحمايه، اللي هو دور من ادوار المسؤوليه المجتمعيه يمارسه الاعلام من جانب الخبر من جانب، ومن جانب يقدم توعيه وتثقيف في هذا الجانب. حاولت بس انا امر سريع على الاعلام التقليدي اللي هو التلفزيون واذاعه وصحف، وحتى عندنا في السودان كان نموذج شفنا صحف، رغم انه الان تقريبا معظم الصحف 80% من الصحف السودانيه توقفت لاسباب. السبب الاول انه الصحيفه الان في حديث عنها انه هي ممكن تنقل الفيروس وكذا، شفنا الصحف في قطر، شفنا الصحف في الامارات، شفنا الصحف في الاردن، شفنا الصحف في بعض الدول الاوروبيه توقفت الطباعات حتى ما تكون هي سبب الانتقال الفيروس. بالاضافه انه بيقول لك الزم بيتك، هنالك في حديث عن انه الناس يجلسوا في بيوتهم اسبوعين او ثلاثه دون ان يتحركوا حتى يكسروا دائره انتشار الفيروس. فدي برضه فيها نقطه مهمه جدا متعلقه بانه التزام الناشرين في الصحف انه منحوا هؤلاء المنسوبين هذه الصحف اجازه ليستمتعوا بالاجازه او يباشروا مهامهم من داخل بيوتهم، زي كما نتابع في كثير من القنوات الان والاذاعات كل الحديث عبر السكايبي، عبر الفيسبوك، عبر الماسنجر، عبر حتى احنا في التلفزيون عندنا الان ممكن الاسبوع القادم في تلفزيون السودان سنقدم حلقه كلها حتكون كل شخص من غرفته او من بيته، مكان هو ساكن في بيته او في شقته، هو يدخل مباشره ويقدم فقرات البرنامج حتى انه يعني يقدم رساله. اذا دور الاعلام في العمل الطوعي هو دعم العمل الطوعي. ونقطة ثانية مهمة جدا اللي هي إلى وقت غريب كل الناشطين في العمل الطوعي والمتطوعين كان بيفتكروا إنه الإعلام ما مناسب، كان بيفتكروا إنه يعني الإعلام ما مناسب معهم. مثلا أنا أحكي مثلا في السودان لحد وقت غريب ممكن قبل العام 2008 أنا كنت وقتها مفوض الإعلام في الكشافة السودانية، كثير من غادتنا العظماء ومن الأساتذة الكبار أو بيفتكروا إنه الإعلام ما جيد معهم، لأنه بيكون فيها نوع من الرياء، بيفتكروا إنه الإعلام إذا تحدث أو عكس الأنشطة الكشفية ده نوع من الرياء، وهذا يتنافى مع أهداف الكشفية إنه الكشاف إنه يخدم الآخرين ويقدم خدمته وهو يعني مبذول من الآخرين وشعوره دائما يكون مستعدا. متى ما تدخل الإعلام وعكس هذه المجهودات فإن ذلك يخل بأهدافه الكشفية. لكن احنا جينا بعد ذاك وكنا بنتكلم مع مجموعه من غادتنا وقدرنا نناقش في كثير من المواقف انه يا جماعه، وهذا كان بالتزامن مع نهضه في الاعلام في الكشافه العربيه على مستوى الاقليم الكشف العربي، انه يا جماعه لا بد من الاعلام للكشافه العربيه لاسباب كثيره جدا. السبب الاول حتى نشجع لما نجي اقول فلان الفلاني فعل، حتى نشجع المتطوعين في الحركه الكشفيه للانضمام للعمل للاستمرار في مسيره العطاء، فهذا هدف اول. الهدف الثاني حتى هنالك الآن منظمات منافسة، جمعيات وأنشطة منظمات طوعية أخرى منافسة، حتى نتميز كلها تتودد للمجتمع بما تقدمه من خدمات. فنحن إذا قدمنا خدمات ولم نستطع أن نعرض ما علينا أو ما قدمناه أو ما قمنا به من منجزات فإن ذلك سيجعلنا خارج إطار، وليست منافسة بقدر يعني باسم المنافسة كما القطاع التجاري أو البيزنس أو غيره، لكن سنكون خارج حلبة العمل والعطاء الإنساني بصفة عامة. هذه نقطة أخرى مهمة جدا جدا. نقطة الثالثة حتى أشجع الآخرين ليبذلوا جهدهم، من رجال الأعمال، من البيزنس، من الرجال، من النساء، من الشركات، من القطاع الخاص، حتى يساهم معي، لأنه هو يشاهد ما قدموا وما جمعوا من أموال وبذلها للجمعية الطوعية أنها مبذولة قدامه،
ويقدر يلمس ما يشاء يعني ما صرفه في إدارة المسؤولية المجتمعية أو غيره. دي كل أشياء بعدك طلع قدرنا نقنعهم بشكل أو بآخر. بدنا نتكلم إنه الإعلام هو موازي، عشان أنا أروي لفكرة إنه هؤلاء أبنائكم الذين منحتموهم لي في الحركة الكشفية هم بهذا العطاء، هم بهذه الأخلاق، هم يعني غرست فيهم الروح الكشفية والروح الإنسانية وأصبحوا أكثر عطاء وأكثر إنسانية. ده في ميل العمل الكشافة بصفة خاصة والإعلام. الآن الإعلام نموذجا في العمل التوعوي، جائحة كورونا نموذج الآن، شاهدنا ذلك الآن في كل وسائل الإعلام بشكل تقليدي، تماشرنا في الإعلام الحديث في أذن تبارة. توجهنا في الفترة الأخيرة الإعلام على مستوى العالم أجمع، مش الإعلام الإلكتروني بس أو الكشافة بصفة خاصة، الإعلام الرسمي في القنوات الفضائية وغيره، أصبحوا كما أشرت في أول الحديث إنه الأصل إنه المجتمع هو الذي يتقدم على الدولة، الدولة هي تضع القرارات. وإنه عليكم السلام، تحية لكم جميعا، لازم أحييكم فردا فردا بعد لحظات يعني. الدولة تضع القرارات لكن يبقى المجتمع هو الذي ينفذ وهو الذي ينفعل. المجتمع بالقانون لوحده لا يستطيع أن ينفذ ذلك بالوعي، والوعي هو اللي بيقود الوعي. مين هو؟ الإعلام. ليه؟ لأنه الإعلام هو الذي يقود الوقاية، والمطلوب إنه أن نشجع العمل الإعلامي لأنه زي ما ذكرنا قبل هو بيشجعنا في العمل الوقائي في توصيل الرسالة، في إنه يا جماعة أبعدوا عن أساليب انتقال الفيروس أو غيره، أو شجعوا الوقاية، أو كمان نعكس التجارب الناجحة للدول التي استطاعت أن تحاصر الوباء من خلال التزام الناس بالتعليمات بالجلوس في المنزل وغيره. كذلك نعكس التجارب الناجحة إذا كان في دول فيها بعض الناس اللي خرجوا من جائحة من الكورونا من الإصابة. زي ما عندنا ممكن رجعت صفحتي بالفيسبوك تلقى فيها نموذج لاثنين من الشباب السوداني، أو اثنين واحد سوداني واحد افتكر اسباني، خرجوا من مصيفة جبري في الخرطوم بعد اصابتهم بالكورونا، والحمد لله يعني قدروا يقاوموا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه ورعايته ومجهودات الكادر الطبي الموجود. فدي النقطة الأساسية الثانية المعنيين بها هنا. النقطة الأخيرة يعني قبل ما أدي فرصة للنقاش مع الشباب إذا عندهم رغبة يتداخلوا، لأنه مفترض أنا ما أتجاوز نصف ساعة تقريبا. النقطة الأخيرة اللي هي إنه ما نحكسه الآن من مجهودات، لأنه نشجع العمل الطوعي، نشجع المبادرات. شفنا مبادرات الكشافة السودانية، مبادرات ماشية في اتجاهين، اتجاه التوعية والتثقيف، وده اللي بدأ أول من خلال كل صفحاتنا في الكشافة الرسمية وغير الرسمية والصفحات الخاصة، بدوا يبادروا بيقدموا التوعية. لأنه أصلا شخص الكشافة، رجل الكشافة، الكشاف أو المرشدة لديهم حساسية تجاه العمل الطوعي والإنساني أكثر من أي، خلينا نقول أكثر من أي شخص آخر. تجد إنه هو عنده يعني خلينا نقول مؤشرات، يعني كأنها إنذار أو كأنها استشعار عن بعد، تجد إنه هو يهتم بهذا الأمر. أول ناس على مستوى العالم بصفة عامة كتبوا عن فيروس الكورونا منذ ديسمبر العام الماضي في الصين، بدأ في الوطن العربي غير، هم صفحات الكشافة. فهم كان ما هم لا يعلموا بالغيب، لكنهم عندهم درية من الحساسية، يعرف إنه لابد أن يبادروا أو يتصدوا، ولازم نواصل فيها على مستوى الوطن العربي. حتى هذا اللقاء الذي عفوا تتداخل بعض المكالمات تقطع الاتصال بيناتنا، حتى هذا اللقاء الذي نشاهده الآن في حدوتة الكشفية هو يأتي في إطار هذه الجهود. إحساس الكشافة ومنسوبي الكشافة في الوطن العربي بصفة عامة بأهمية العمل الطوعي والإنساني وكذا تختلف عن الآخرين، عن أي منظومة أخرى طوعية أو رسمية أو غيره. الرسمي في النهاية هو موظف دولة يعمل وفق محدد، أو المنظمات الطوعية الأخرى إذا كانوا موظفين يعملوا في النهاية الزجوب. لكن إحنا بصفة عامة عندنا الفيروس، عندنا فيروس آخر نسأل الله ربنا لا يشفينا منه، ولا هو فيروس العمل الطوعي، فيروس التطوع، فيروس هذا المنديل الذي نحبه ونحشغه، وين ما كان هنالك نداء نلبي جميعا. فلذلك نجد ان الشباب الكشافه هم اللي اول ناس بادروا بالتوعيه والتثقيف وبالكتابه، وبدوا يلفتوا نظر العالم اجمع ان هنالك كارثه في الطريق، بدات نعم في الصين ولكنها في الطريق الى انتشار العالم. هذا دور مهم جدا من ادوار الاعلام على مستوى اعلامنا الرسمي في جمعياتنا الكشفيه الوطنيه، او حتى على مستوى منظمتنا الكشفيه العربيه، او حتى على مستوى المكتب الكشفي العالمي، او حتى بعد ذاك على مستوى صفحاتنا الشخصيه. بدأنا في الحديث حول هذا الأمر، وبدأ الحديث عن إنه دور الإعلام في هذا الجانب، هذا شق التوعية وشق التثقيف وشق عكس الأخبار. وبرضه رسالة تانية إحنا بقصد أو دون قصد، لكن إحنا كإعلاميين نقصد ذلك، ألا وهي رفع وتيرة الخوف عند المجتمع حتى يتقبل أمر أن هنالك فيروس وأن هنالك مصيبة، لا بد أن يبادر بالاستعداد والتصدي
لها بالتوعية أولا وبالتثقيف أولا وبالحماية كما أشرنا، الحماية التي تأتي من خلال الالتزام بالقواعد، القواعد الطبية والقواعد الصحية. طيب الدور الثاني المهم جدا، وده برضو اللي بدأت الجمعيات الكشفية العربية والوطنية وفي كل دولنا في الوطن العربي على سبيل المثال الحصري معنا العالم كله بعد كده مبادرات في انه يقدر هم يكون لهم دور في التوعية والتثقيف والحماية. ليه؟ لانهم اكثر ثقة في المجتمع، ولان المجتمع يثق في منسوبية الحركة الكشفية في كل مكان في العالم اكثر من ثقته في اي منظمة توعية اخرى، وبالتأكيد اكثر من ثقته في في القطاع الحكومي او في موظفي الدولة بصفة عامة. لذلك بدأت مبادرة الكشافة السودانية في مجال بدأ ممكن قبل شهر تقريبا من الان تم اول من تم اعلان فيروس الكورونا في السودان، بدأنا بانه تقول حلقة موجودة الان عندي في الفيسبوك في الصفحة نفسها، بدأوا شباب الكشافة في كان البدايات كيف نعلم الاخرين ان هنالك ممكن من بدأ الحديث عن الفيروس الكورونا بدأت هجمة على الكمامات والصيدليات والحقل الطبي وكذا، فكان الحديث انه نعلم الناس بشكل بسيط كيف نصنع كمامة. ممكن نلقى على صفحتي على الفيسبوك شفنا شباب الكشافة السودانية يوم يجوا التلفزيون الرسمي فتح لهم ابواب والاذاعات والقنوات والصحف لنحكي هذه المبادرة، واستمرت المبادرة على ذلك بالنزول الى الاسواق. طبعا الاصل انه ممنوع تجمعات الناس، لكن متى ما كان هناك تجمعات وفقا للحوية لبعض الناس اللي بيعملوا اعمالهم تتطلب انه يكونوا موجودين في مجموعات في الاسواق، نزلوا شباب الكشافة السودانية في الميادين للتوعية والتثقيف وتقديم المطبقات وتقديم الارشاد. هم اولا معنيين بالحماية لانفسهم انه يلبسوا الكمامات، يلبسوا اشكال الحماية المختلفة يقدروا يوصلوا هذه الرسائل. والشيء الثاني اللي يقدر يوصلوا الرسائل للاخرين، يعلموا الاخرين لبس الكمامه، شكل الحمايه، شكل العطسه، ما نصافح قدر الامكان نسلم سلام حمدوق زي ما نقول نحن سميناه سلام رئيس الوزراء. زي ما شفنا اول صوره لرئيس الوزراء في قبل شهر تقريبا ويصافح بهذه الطريقه دون مصافحه، سلام على البعد والاشارات. وهذا كان دور مهم جدا جدا قاموا به الشباب، واصل الاعلام في عكس هذه المبادرات وفي هذه في هذا العمل الانساني، ولا زلنا حتى الان نستمتع بذلك. وشعارنا دائما ده اللي احنا طالعين على الكشافه ابدا ما بتفصلنا مسافه، في كل العالم في كل العالم معروفين والزي لابسينه قيافه. دور الاعلام في العمل الطوعي كنموذج، استمرت هذه المبادرات والحديث. شفنا بعد ذلك انه المقاطعه التي تنزلت من مكتب الكشفي العربي الحديث عن الاجتماعات الافتراضيه عبد العزيز ما بيبسي فاضي ساي يعني لا اللي بيبسي الله يحفظك. دار اسمع دتونا شويه مع الشباب اسمع منكم يعني الاعلامي المذيع الالمعي نجم الاعلام المغربي حبيبي عزو. طيب دار اسمع منكم يا جماعه، بدي اشير لانه تابعنا هذا الاثر اعلاميا تنزل لين لحد النشر اللي جاتنا امشي من مكتب الكشف العالمي، وتحدثوا عن الحديث عن انه عن تاجيل المؤتمر الكشفي العالمي المفترض يكون في اغسطس في شرم الشيخ والترتيبات اللي بدات واللجنة الكشفية العالمية ودورها. وهذا هو نموذج آخر شكل الإعلام والتواصل إنه يقدر يوصل هذه الرسائل وتواصل مع العالم كله. أنا أجلس داخل شقتي في الخرطوم على بعد تقريبا 1 كيلومتر من نهر النيل العظيم، استمتع بالتواصل معكم وكل شخص في دولته أنا مستمتع معه بالحديث. حاولت أقدم يعني الحديث النقطة دي عن دور الإعلام في العمل الطوعي، تقريبا أخذ حوالي 45 دقيقة تقريبا حتى الآن، لكن خلونا نشوف إذا في مشاركات او تحليل. احييكم كلكم الحاجه فردا فردا على يعني بدا من استاذنا وقائدنا عبد الحليم عواده، بحيي الكشافه المغربيه لانهم كانوا اول ناس بدوا بالحديث عن بعد، وشفنا اجتماعاتهم موجوده على مستوى القياده الكشفيه الجامعه المغربيه والكشافه الحسنيه. كنت متابع مع صفحه الشباب امس، كانوا مجتمعين اونلاين كل واحد من بيته ملتزمين تماما، اجلس في بطن بيتكم يعني حتى مخيم غابه المعموره هذا العام حيكون اونلاين. ربنا يحفظكم، تحيه لابو امير الخطيب، تحيه للغايده، تحيه لك يا ابو امير، شكرا لك، تحيه كشفيه، تحيه لك، تحيه للغايده نحله الكشافه العربيه استاذ دينا سومه من لبنان، تحيه استاذ مصطفى كيف اخبارك في الجزائر حياك الله ومشتاقين لك. يصادف انه هذه الايام كنا مع بعض في لبنان، يعني اشوف الصور امس على الفيسبوك طلعت كنا في صيدا مع مصطفى حبلي وكذا، فكنا معاك يا غالي يعني تحيه لك وهن وسددينا في لبنان. الحاج ابو محمد المفرجي تحيه لك ان شاء الله يكون صلح. حمزه تحيه لك، سيد اجيجي الغايده اجيجي الغايده اجي
تحية للغايد مرسي نايل عضو مجلس إدارة الكشافة السودانية مفوض. نقطة مهمة ما شاء الله سيد مرسي، إنه إحنا نتوجه إلى مرحلة التعقيم للمؤسسات. الكشافة السودانية تشارك مع الدفاع المدني في السودان في التعقيم المؤسسات الخدمية، أقسام الشرطة، المساجد وغيرها، وده برضو عمل آخر يقوم به ارتصدوا له إلى شباب الكشافة مع القوات النظامية الأخرى، فهذا دور آخر يعني لابد أن تسلط الضوء عليه إعلاميا. الغايد محمد مصطفى بينين سوداني موجود في السعودية غايد في الكشافة، ولكن تجد صفحته دائما كلها فيها الأخبار والأنشطة، ومهموم أيضا بالتوعية والتثقيف حتى على مستوى جروبات الواتساب. هذا نموذج آخر كما أشرنا. الغايد علي الإعلام له دور فعال فنشر الفكر التوعوي، وتحدثنا عن ذلك انه في الوقايه لابد ان يكون نشر الفكر التوعوي والوقايه والمسار الصحيح للعمل التطوعي، لان الاعلام عباره عن وسيله لتسويق الكشفي الجيد. احسنت، نسوق لذلك من خلال ما نقدمه من خدمات ليس بالازياء وبالمناديل فقط، لكن يعني المجتمع واعي كثير جدا جدا. لما نقدم خدمه للمجتمع محسوسه تنتشر هذه الخدمه للاخرين بشكل مباشر او غير مباشر، ثم انه يلمس المجتمع ما قدمناه من خدمات ونحن مستمتعين بها. نحن الوحيدين من نقدم الخدمة مستمتعين بهذه الخدمة أولا بأول. سيد فايق تحية لك. الغايد علي مرة ثانية تحية لك، لو ما الإعلام لو كنا تواصلنا معك يا غايدة محترم، وانت برضو أكثر احتراما شكرا لك. فايق محمد فايق نافع تحية لك، تحية لهن في قطاع غزة مجموعة بدر الكشفية شوف توعي، تحية لهن في غزة فردا فردا، وتحية للفرق الكشفية في فلسطين، فلسطين العربية الأصيلة العاصمة القدس كمان سنحتفل بها قريبا إن شاء الله. الغايد يجب المصداقية في الجانب الإعلامي الكشفي كي تتحسن الصورة الكشفية الإعلامية طبعا. وطبعا لا تستطيع الآن أن تكذب في الإعلام بأي حال من الأحوال. يعني زمان الإعلان كان يصدر في إنه الإعلام في أي تلفزيون وفي إذاعة القوي الضخمة المنتج أشرب حليب إكس تصبح بطلا بين يوم وليلة وهكذا طبعا الآن لا تستطيع أن تكذب ذلك. ما في اسمها حليب الاغوياء او حليب اي شيء بمغاييس، تكتب حليب الاغوياء بكره يطلع لك واحد على الفيسبوك يقول لك كيف الاغوياء حليب هذا محلوب من البقره الفلانيه اللي اكلت كذا واللي شربت كذا واللي منتج عباره عن كذا ولا مصنعكم، وتلقى صوره من المصنع ومصنعكم وسخان ومصنعكم غير نظيف مضافين كميات طلع لك دعايتك. الاعلان نفسه الاعلان بصفه عامه بما فيه الاعلام بصفه خاصه يكون سبيسيفيك، يكون محدد فيه درجه من المصداقيه تحترم عقليه المتلقي اولا باول. اي شيء غير ذا خارج المنافسه وخارج السوق. أبو أمير الصوت يكون واضح إن شاء الله. تحية نجم سكاوت برضو موجود معنا من السودان. الغايد علي ممكن تركب السماعة، حلينا مشكلة قبل. نجم تحية لك، نجم الدين مسؤول التنمية بكشافة ولاية الخرطوم مرسي مرة ثانية. دينا برضو صوت قارت واضح. مالك محمد العصمي تقريبا برضو موجود معنا، وربنا يحفظك يا حبيبنا مصطفى منور أنت، وتحية لك وهنا في الجزائر جميعا. والغايد علي هل هنالك شبكة إعلامية موحدة للمنظمة الكشفية العربية؟ هذا سؤال مهم جدا يحول للمنظمة الكشفية العربية وإدارة الإعلام والاتصال، لكن في ميلينا أقول لك أن هنالك لجنة فرعية متخصصة في دعم العمل الإعلامي، وهي جزء من اللجنة الكشفية العربية، فيها مجموعة من الشخوص والغادة الإعلاميين من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الإعلامي على مستوى دولهم على مستوى جمعياتهم على مستوى الوطن العربي بصفة عامة، يقوموا بدور كبير جدا جدا من جزء من أعمالهم، ومن هم نفسهم جزء من الشبكة. وإحنا جميعا القاعدة في هذه النقطة إنه كل شخص إعلامي في وطن العربي هو جزء من منظومة الإعلام الكشفي من خلال ما يقدم من أخبار حتى على مستوى العالم. طبعا السيد علي الشيء بالشيء يذكر فكرة احتكارية الإعلام للإعلاميين فقط، هذه نقطة تجاوز العالم. نتحدث عن عهد المواطن الصحفي، المواطن اللي كان زمان شايل تلفون قديم بهذا الشكل اللي هو يتصل وكذا ما فيه أي إنترنت، هو مواطن بشكل طبيعي. لكن أي شخص يحمل موبايل ذكي سمارت فون هو عندنا يسمى المواطن الصحفي، لأنه هو بيقدر يحكس الأخبار ويحكس الأنشطة. ومواطن بسيط على الصورة على الفيسبوك على تويتر على إنستغرام، مشهد بسيط على فيديو على يوتيوب على غيره ممكن يقلب العالم كله. عندنا نماذج كثير جدا حتى على مستوى دول يعني. فنحن تجاوزنا مرحله الاعلام الذي لا ياتي الا من اعلامي. نعم الاعلام المتخصص له دور، هو الذي يسبك العمليه الاعلاميه ويقدمها بشكل مختلف عن الهاوي او عن المواطن الصحفي، لكن كلنا في الاعلام سواء بصفه عامه واهل الخبره هم المعنيين اكثر بتقديم الخدمات الاعلاميه المميزه. لذلك اقول لك عن شبكه بصفه خاصه، لكن عن اللجنه توجد لجنه. تحيه الاخ مبارك الدوسري أبو عوض من المملكة العربية السعودية مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالكشافة السعودية ورئيس اللجنة،
وهو رجل دينامو ورجل خبير، وهو يعني خبير إعلامي كبير جدا في وكالة الأنباء السعودية في واس، ويعني بدرجة عالية في مجال خبراته. فتحية له والمجموعة الخبراء الآخرين موجودين من قوة. أنا تشرفت في فترة من الفترات، كنت رئيس لجنة في فترة، وكنت عضو لجنة في دورة أخرى، وتشرفت بعمل مع كثير من الأصدقاء والأحباب لهم الخبرات المتراكمة. كلنا جيل بعد جيل نستمتع بعمل كشف مميز، ونستمتع بصفة خاصة بإعلام كشف مميز. تحية لك يا حمزة، منور أخي مصعب، مرحب بك حمزة. سبحان الله، قبل الكورونا في الوطن العربي كنت أتحدث مع حمزة من المغرب إنه حنلتقي في شرم الشيخ شهر 8، لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. تحية لك يا علي، وتحية لمصطفى هناي مرة ثانية. وعلا ولا علاء؟ علاء حرب أو علا حرب، تحية لكم. هل تعتقد أنه يجب على الحركة الكشفية أن يكون لها دور أكبر في غضون هذه الأزمة؟ طبعا بالتأكيد، والحركة الكشفية حتى قبل أن تتنزل لها يعني إرشادات من المكتب الكشف العربي، مكتب الكشف العربي بدأت بالتنافس. لماذا؟ لأنه ذكرنا قلنا الكشافين بصفة عامة أو الكشافون بصفة عامة هم أكثر حساسية تجاه الاستجابة للعمل الطوعي دون غيرهم من المنظمات أو من الآخرين بصفة عامة. ممكن يكون لنا دور أكثر من خلال ما نقدم، وشفنا نماذج، وحنشوف نماذج أكثر كمان في الفترة الجاية إن شاء الله. بس ربنا يعني نتمنى تنحسر موجة الداء إن شاء الله. كباري 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 مليون، مرحب بك، تسلم. السيد كريم الإعلام الغدير والصحفي البروفيشنال في المغرب، تحية لك سيد كريم. شركة محسن، الله يحفظك يا غالي، مستمتعين يعني ما نتابع في صفحتك على الفيسبوك. أنا والله مستمتع جدا بكتابة الغايد علي، الإعلام بتقنياته المتكررة أصبح ينصف الأشخاص مثل كاميرات المنازل وتقنيات الفار المستعمل وورد الغابة وغيرها. وهذا ما ذكرناه، إنه يعني ده برضه ده بيقود نقطة مهمة جدا زي ما ذكرت يا علي، إنه لا تستطيع أن تكذب الآن على الآخرين، المتلقي ذكي ويقدر يميز. مرحبا بك يا صديقي، مرحبا عبد العزيز السوسي، تحية لك يا غالي، الرجل الإعلامي الرائع والإذاعي المعروف في المغرب، تحية لك. وأنا سعيد إنه يعني متابع دائما. شفت لك عندك حاجة قبل يومين تقريبا في الفيسبوك متعلقة بعمل إذاعي والتوعية بمجال الإنسان. أستاذة منى، خليل 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 جميل، تحياتي لك، تحية لك يا خليل جميل. أستاذة منى عبد القادر، تحية لك، وتحية لي المرشدات الرائعات، وتحية لك، وتحية لرواد الكشافة العربية، وانت يعني أيقونة من أيقونات الإعلام الكشفي العربي. تحية للشباب كلهم الحاضرين معانا. إذا كان في زمن تاني، سلمان زيني ومرسي وسوسي وكامل محمد علي وحمزة برضو ربنا يحفظك، وزيداني زيداني زيداني وايل. لازم نكون مسبقين بخطوة أكبر أو بخطوة غاية مصعب. أعتقد أننا أمام دور كبير في تحضير مخيمات طبية وإسعافات أوبئة، ولازمنا إجراء دليل إجرائي للكشافة في المنطقة العربية، كما يلزمنا دليل رصد لكل عملية يتم في العمليات الوطنية. طبعا نحن يعني في ميلنا للإعلام يهمنا قصة دليل الرصد، وبدينا الآن كل دولة ترصد ما قدمته، وأتوقع المنطقة الكشفية العربية كلها مبادرة في آخر إن شاء الله بعد انتهاء هذه الجائحة، وطالب الجمعيات ان تكتب كلها عشان نقدر نعمل تقرير عربي مشترك في مجال دور الكشافه العربيه في مكافحه الكورونا، ونضمنه ونرفع المكتب الكشفي العالمي، ونرفع الامم المتحده، ونرفع الجامعه العربيه. كانت لنا مساهماتنا كدول عربيه. اما في ميري دورنا في تحضير المخيمات الطبيه، هذه برضه ادوار مهمه جدا، لكن طبعا هذه تصبح ادوار وطنيه كل دوله حسب خصوصيتها وحسب علاقتها مع الجهات المختصه، حسب رايي الشخصي طبعا. موسى، هذا هو الوقت الحقيقي الذي يظهر فيه من يعمل لأجل خدمة وطنية ومجتمعية ويتخذ الكشافة لمصلحة خاصة. أحسنت، هذا الوقت الذي تتميز فيه الصفوف. صحتين وعافية، تحية لك. أتكلم عن كوباية المية يعني. بسبب هذا الوباء رأينا الكشفية على صورتها الحقيقية، فكل صورة تنقل من قلب. أحسنت يا غاية سعيد، وهذا ما تم تماما. كمال، المهم ان تكون الرساله للمجتمع ككل مش للمعنيين بالكشافه. هذه نقطه مهمه جدا يا جماعه. الاعلام نحن دائما لفتره طويله بنعلن فقط لداخل الحركه الكشفيه لمنسوبين في الدول العربيه وفي منظماتنا وجمعياتنا. نحن معنيين بانه نعكس رسالتنا للمجتمع الاخر، لانه في كثير من الان بشر موجودين على سطح الكره الارضيه في الوطن العربي لا يعرفون الكشافه ولا يعرفون ادوارها الايجابيه الكبيره جدا جدا. طيب محمد بينين، يا ريت تحدثنا عن دورنا كإعلاميين في تعزيز الحركة الكشفية وزيارة العضوية على المستوى العربي. ده موضوع مهم جدا جدا.
لكن احنا اشكرك يا سيد بينينا ايش. اتمنى مع الاستاذه دينا ننسق اليوم من الايام نتكلم عن دور الاعلام في تعزيز الصوره الكشفيه، وعن دور الاعلام في زياره العضويه، لانه زي مربوطين ببعضهم البعض. تحدثنا قبل قلنا كل ما كان هناك عمل اعلامي، عمل محسوس حقيقه ملموس للمواطن وينعكس اعلاميا بصوره رسميه وغير رسميه، كل ما عملنا على تعزيز صوره الكشفيه وجهه نظر الاخرين، وكل ما عملنا على جذب اخرين الحركه الكشفيه، وكل ما حافظنا على منسوبينا من التسرب من الحركه الكشفيه، ده عناوين اخرى مهمه جدا يا ريت في الايام المقبله. الغايد علي، دورك اعلامي ان تنشر مصداقيه العمل التطوعي وتشكل مع من تعرف شبكه صغيره التواصل والنشر. احسنت، مرحبا بك استاذي وغايد انور حلب، تحيه لك يا صديق العزيز ومسؤول التنميه الاسبق في مكتب الكشف العربي، وسفيرنا في بريطانيا، سفير الكشاف الليبيه والعربيه، وغايد مجموعه من الفرق الكشفيه العربيه في بريطانيا. تحيه لك استاذي وغايد الدكتور انور حلب. احمد الجزائري، احمد بن بوزيد من الجزائر، عين البيضاء، فوج الكشافه الاسلاميه من البيضاء الشرقي الجزائري. اشوف ايش التعليق، نشوف الرساله. نحن في الحجر الصحي وعافيه، هذه نقطه مهمه جدا يا جماعه، محتاجين احنا نتكلم عن موضوع الحجر الصحي، لانه عندنا كثير من الوطن العربي الان اصبح هناك وصمه. اتمنى نخصص في زمننا تقريبا ازف، لكن اتمنى نخصص في الايام المقبله دورنا نحن في اعلام في انه نزيل الوصمه. الان اصبح تتولد في الوطن العربي للاسف الشديد، تولدت لدينا صوره سالبه، تولدت لدينا صوره سالبه فيما يلي الوصمه والتمييز تجاه الاشخاص المصابين بالكورونا. شفنا هذا في السودان، على الرغم انه حتى عندنا تقريبا 7 أو 8 حالات فقط، توفى منهم 2 و2 تماثل للشفاء والاخرين تلقوا العلاج، لكن الجهل له اثر، الاعلام والسوشيال ميديا له اثر. فخلونا نفكر مع بعض، احنا برضه بنتكلم عن دور الاعلام في انه يعني يحكز الصوره الايجابيه. الان بحيي الصديق من الجزائر احمد الجزائري، وانا بحيي اهل الجزائر فردا فردا من الخرطوم الى غابه الصنوبر يعني. فان شاء الله من الحجر الصحي شافين مطمئنين انت واهلكم وكل من تحبوه. موسى تحيه لك، بحييك يا موسى وبحيي مرسي. تحيه للغايه صخر، انا كنت مستمتع اليوم بمتابعه الفيديو لك على الفيسبوك، وانت رجل خبير ويعني ليس على مستوى فلسطين فحسب، انما على مستوى امتنا وحركتنا الكشفيه العربيه. تحيه لك وتحيه للجنه، لجنه خدمه المجتمع اللي هي بترصد زي ما ذكر كل انشطه المجتمعات الكشفيه العربيه، وسيتم عكسها ان شاء الله في كتاب نسميه قصه نجاح، لانه دحرنا ساهمنا في دحر الفيروس الكورونا من وطننا العربي. احمد تحيه لك مره ثانيه من الجزائر. سيد صخر، زي ما ذكر مقام مدير الحركه الكشفيه في مواجهه كورونا عبر العالم الافتراضي وتعزيز صمود الناس، عمل يقدر. يا سلام عليك، هذه رساله مهمه جدا من رئيس اللجنه العربيه الفرعيه للتنميه وخدمه المجتمع، وهذه رساله نحن نحتز بها. وده خبر الان، نتكلم عن دور الاعلام في العمل التطوعي، الان ده خبر الان انه السيد رئيس اللجنه الفرعيه صرح بانه اشاد بما قامت به الكشافه العربيه في صمود الناس مع بعضهم البعض، في انه نجلس مع بعض. بمناسبة الجلوس في البيت ده حاجة صعبة جدا جدا، انك تجلس فترة طويلة في البيت وتكون في منزلك تمارس عملك من داخل البيت عملية صعبة. فالكشافة لها دور في انه تعزز هذه الصورة، ونقدم كل يوم برنامج ترفيهي ونقاش، حتى انه نتبادل نتبادل الافكار، نتبادل الخبرات عشان نقدر نعبر بهذه المرحلة بسلام. شكرا استاذة دينا، منصة وجدت للفائدة، نحن جاهزين ونرحب دوما بمبادرات لدعم الغيرات والمجتمع بشكل عام. يا ريت ننقل نحن مع الكشافة السودانية كنموذج، ننقل في الأيام المقبلة نموذج لحملتنا في الشارع العام في التوعية والتثقيف. تحية لك سيد أنور مرة ثانية، تحية لك سيد علي، تحية لأحمد، تحية لك في هذا الوقت عشان الموبايل كل مرة بيعلق. خليل جمال، في هذا الوقت وعند الكوارث هو الوقت المناسب لتظهر الكشفية صورتها الحقيقية في التنظيم والإدارة، ولكن للأسف حتى الآن لم يتم منحنا دور في الخدمة في كثير من الدول. ما هو السبب برايكم؟ ده سؤال مهم جدا جدا، نتكلم عن اهميه مشاركه الشباب. اتمنى يكون في منتدى يوم في الايام المقبله عن مشاركه الشباب، نتحدث عن مشاركه الشباب بصفه عامه، الاستراتيجيه العالميه للحركه التشفيه، الاستراتيجيه العربيه، اللجان الدوليه، لجنه مستشارين الشباب على مستوى وطن العالم بصفه عامه، على مستوى وطن عربي، على مستوى دولنا، نتكلم عن اشراك الشباب. فهذه هي المحريه فينا في انه نقدر نعمل جميعا من اجل تعزيز دور الشباب ومشاركه الشباب. حقدر اشكركم جدا جدا، معلش انا اسف جدا لانه يعني
ظاهر انه مرهق. نحن لينا فتره الان شغالين، ممكن بدينا في التلفزيون السودان كنموذج من فتره طويله، من موضوع الكورونا كنا شغالين في التوعيه والتثقيف من شهر 12، فكنت بتكلم عن الكورونا حتى رجعوا على صفحات على الفيسبوك، قرب يقول يا اخي ما في كورونا وده فيروس ما ظهر عندنا وده ما بيجي في السودان وما بيجي في الدول العربيه وما بيجي في الناس السمر وما بيجي في الناس اللي عندهم سخانه وارتفاع درجه الحراره. فكنت لما بتكلم عن الموضوع ده فتره طويله كنا مهووسين وما كانوا بيصدقونا. فانا الليله يعني الجمعه بصفه خاصه من الساعه 7 صباحا كنا موجودين في محاضرات في دار الايتام وفي دار المسنات، تلقوا صور ان شاء الله على الفيسبوك اليوم او بكره على اخر اليوم، اليوم المساء او بكره على الصباح ان شاء الله تلقوا صور في دار المسنات وفي دار الايتام ودار الفتيات ودار الفتيان. قدمنا لهم بعض المعينات بتعاون ودعم من رجل الاعمال السوداني معاوي محمد احمد البرير، واللي قدم معقمات عندنا مليون قاروره بتاعت معقم، اذا معي نموذج منها في البيت هنا بيتكلم عن معقمات ثانية واحدة بس عشان نكون بيان بالعمل. ده نموذج لمعقمات كماسيرنا موجودة على مدار يعني أنتج منها رجل الأعمال. هذا أنا بحكي كنموذج بس، يعني ما قلنا دور الإعلام في العمل الطوعي، لأنه نحن بنشجع برضو قلنا نشجع رأس المال الوطني والرأسمالية الوطنية في إنه ينتجوا منتجات تساهم. هذا نموذج لقارورة 330 مللتر إنتاج مجموعة معاوية محمد أحمد البرير، وهو رجل أعمال سوداني معروف بمساهماته في العمل الخيري والعمل الإنساني زي ما شايفين الآن. أنتج منها مليون معقم بهذا الشكل. كنا اليوم نحن موجودين في منطقة بعض مناطق الخرطوم للشرائح الأكثر حوجة بالنسبة للأطفال والأيتام والفتيان والفتيات ودار المسنين، وحنواصل في دور الإيوائية، حنشوف دور الإصلاح في دار الفتيان ودار الأشبال وسجن النساء وسجن الرجال أيضا في الخرطوم وغيرها. نقدم هذه المنتجات معها منتجات أخرى تقدم عبارة عن صوابين وغيرها من إنتاج مجموعة معاوي البرير. فده أقول إنه ده دور من أدوار الإعلام، لو ما إحنا شجعنا إنه رجل الأعمال الفلاني يقدم وكذا، هذا يشجعه يعني نشكره عليه ونخليه هو برضه يبدأ يتعاون ويبدأ يقدم منتجاته ويقدم يعني أشياء بشكل إيجابي كما نشاهد وكما نشوف يعني كما نرى أولا بأولا. أهم حاجة إنه معقم ومطهر اليدين إنتاج مجموعة معاوي البرير للمنظفات يوزع مجانا ولا يباع، التوزيع بواسطة مجموعة من المنظمات والجمعيات الخيرية كما نتابع الآن. عارف في إضاءة ولا كده خلاص؟ شكرا مرة ثانية. أتمنى يعني حبيك السيد رشيد، رشيد الشبيهي الإدريسي وبحيق باهيك باهيك الآني، شكرا لك كثير على ربنا يحفظك. رشيد مرة ثانية، أحمد الجزائري، ربنا يحفظكم جميعا. وبينين برضو على مشاركته ومساهمته، يديكم الصحة والعافية يا جماعة، ربنا يحفظكم وربنا يحفظ بلادنا. أذكر مرة ثانية بما أشرنا له في ختام هذا البث في آخر ثلاثة دقائق تقريبا أو آخر دقيقتين، أنه اهتمام العالم أجمع بفيروس الكورونا يأتي لعدة أسباب، منها أنه مرض أو فيروس ديمقراطي لا يميز بين الشعوب، لا يميز بين القبائل، لا يميز بين الأديان، لا يميز بين الوضع الاقتصادي والمالي والوضع المجتمعي بصفة عامة. عدم وجود علاج حتى هذه اللحظة هو برضه أيضا من اهتمام من أسباب الاهتمام. طريقة الانتقال السريعة جدا جدا من خلال الأسطح، من خلال ذلك نتحدث دائما عن المعقمات، عن المطهرات، مطهرات ومعقمات الأيادي، نغسل يدنا قدر الإمكان إذا الله حيانا بموية وصابون بالطريقة المتعارف عليها، طريقة الغسل المتعارف عليها واللي ذكرها الأمين العام أو مدير منظمة الصحة العالمية، موجودة برضه على صفحتي على الفيسبوك. الطريقة اللي بكون فيها 40 ثانية تقريبا يخلي الأصابع في الداخل وفي الخارج، وخاصة نعلم أطفالنا وكل شخص اللي داخل علينا في البيت بهذه الطريقة. نتحدث برضو عن إنه عدم وجود علاج، عدم وجود لقاح واقعي، عدم وجود علاج للشفاء، هذه كلها أشياء مهمة جدا تعني اهتمام. خليكم قدر ما الله اداكم من زمن في البيت قدر الإمكان. ليه نوع في البيت؟ لأنه الاستراتيجية الدولية لعلاج الكورونا ما في علاج حتى الآن، الاستراتيجية الوحيدة هي كسر دائرة الانتشار، عشان كده توقف الطيران من دول العالم، توقف السفر، توقف بين المدن، كل شخص يجلس في بيته في مدينته في فترة الحضانة هذه الأسبوعين. إذا كان شخص مصاب بانتقال الفيروس من داخل البلد أو عن طريق المخالطة يظهر، يتم تقديم الوحدة الصحية للحجر الصحي والعزل الطبي للعلاج،
وفي هذا الوقت نحن نضمن مجتمع صحيح ومعافى ونضمن آخرين يتلقوا خدمة طبية وعلاج، وكده نقدر نكون انتهينا من الفيروس. أما أي حركة أو أي مخالطة لأشخاص مصابين أو غيره نحن نكون عرضة للإصابة، وكده نحن بنقدر نساعد في انتشار المرض، لأن المرض لا يستطيع أن يعيش إلا داخل أجساد البشر من شخص إلى آخر. هذا الفيروس خارج جسم الإنسان ضعيف جدا جدا جدا، لكن داخل جسم الإنسان يتزايد في كل مرة وتظهر آثار جديدة، ونشوف كل مرة يعني وفيات تزداد في مستوى العالم خاصة كبار السن. ختام شكرا لكم مرة ثانية، أتمنى أن نقابلكم بالصحة والعافية إن شاء الله. آثار سالبة بالنسبة تحية لك يا سيد حامد، وتحية لسيد مرسي. مرسي قال كورونا زي الكشافة لا تفرق بين النوع الجنسي والدين. شكرا لك. تحية للسيد أنور مرة ثانية، تحية للسيد دينا، تحية لك يعني محمد بينين من السعودية على المتابعة وما قلته عن الحديث عن الإعلام في العمل الطوعي. دورنا في الإعلام تعزيز هذه الفرص رب ضارة نافعة، هذا الدور لنعزز دور الكشافة في الوطن العربي، لنؤكد أنها هي الرائدة ميدانيا، ونعزز دور الإعلام الذي يعكس هذه التجارب الناجحة ويعمل على عكسها وتطويرها وتسويقها للآخرين وللشركاء في العالم أجمع، كما ذكر القائد صخر حميد من فلسطين رئيس اللجنة الفرعية لتنمية وخدمة المجتمع. شكرا لكم مرة ثانية، فتناكم بالعافية، ربنا إن شاء الله يجمعنا بكم بالخير، أتمنى مجتمع آمن وسليم ومستقر. شكرا لحدوتة كشفية، شكرا للأستاذة دينا السومة اللي دائما هي مبادرة، تحية لكل المتطوعين والمتطوعات في الكشافة الحركة العربية للكشافة ومرشدات وفي وطننا العربي أجمع، وتحية عبرهم تحية سلام ومحبة لكل شخص قدم جزء من زمنه من طاقته من جهده للحركة الكشفية أكثر وعيا وأكثر التزاما في العربية. أتمنى نقابلكم في موضوعات أخرى نتشارك هذه التجارب الناجحة ونقدر نعكسها، وأتمنى سادين نحن نعمل نشرة يومية صوت وصورة نعكس فيها إنه في الدولة الفلانية حدث كذا، وفي الدولة حدث كذا، وفي كشافة فلسطينية حصل كذا، وفي لبنان كشافة قدمت كذا اتحاد كشاف لبنان، وفي الجزائر كشافة إسلامية جزائرية، وفي المغرب الجامعة الكشفية المغربية ماذا فعلت، وفي السعودية الكشافة السعودية، وفي الكشافة الليبية اتحاد كشاف ليبيا والكشافة الليبية في المهجر في بريطانيا وغيره، كلهم بنحكي تجارب إيجابية، الكشافة السودانية وفرقة والإعلام وغيره، كل هذه التجارب نحكيها أولا بأول ونقدم رسالة إيجابية لمجتمعنا إن شاء الله. شكرا مرة ثانية لك وعلى كل شخص شارك معنا اليوم في هذه المشاركة، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بكم بالخير. هذا الفيديو يكون صدقة جارية، ربنا يحفظنا إن شاء الله. أبشر يا دينا أنا جاهز. شكرا سيد عبد الحليم قايدنا عوادة، وكنت متابع معك سفرتك الأخيرة يعني خارج المغرب، رجعت قبل يعني منع السفر وتوقف السفر. فكرة جميلة، ممكن نعمل فريق بتاع محررين صحفيين أستاذ دينا، ونعمل كل يوم نشرة على الأقل هذه الأيام في موضوع الكورونا، نرسل ونجمعها كلها نذيع نشرة رسمية باستديو الأخبار، وندخل لايف مذيع من المغرب ومذيع من لبنان ومذيع من السعودية ومذيع من العراق ومذيع كده، نقرأ نشرة الأخبار ونمنتج الفيديو ونعملها على الأقل المرحلة الأولى أسبوعيا، كل أسبوع عندنا يوم الجمعة من 5 إلى 7 ساعتين مباشر نقرأ فيها الأخبار ونكتبها ونقول هذه نشرة أخبار الكشافة العربية الأسبوعية، حدث نبدأ من الأمين العام ماذا فعل والمكتب الكشفي العالمي في نافذة الأخبار العالمية، ونشوف لدى في أنشطة كشفية عربية مع دول أخرى مشتركة نحكيها أيضا، والأنشطة الوطنية، ولحد ممكن نصل مرحلة إنه نشتغل على إنه مراسلينا يصوروا ويرسلوا فيديوهات، ومراسلنا من مثلا من الكشافة اليمنية نجيب مثلا، أو من كشافة لبنان من كشافة طرابلس لبنان نجيب سنجر نجيب آخر، وهكذا ونحكي هذه التجارب أولا بأول. معانا مذيعين مقتدرين، معانا مصباح رقرق مثلا هو مذيع بروفيشنال في القنوات الليبية موجود، ومعانا كريم وسوسي موجودين، السوسي في برضه مذيعين محترفين وإعلاميين في المغرب، كما نشوف معانا مذيعين آخرين في العراق في الإمارات موجودين، فهذه كل أفكار نقدر نقدمها مرة تانية في بيوتكم قدر ما الله أداكم، وإن شاء الله حنواصل مرة تانية. فكرة جميلة يعني، أنا سمحت لي يا صديقي سوسي قال عنده برنامج اسمه كورونا والناس، برضه ممكن تسمح لي نقول فكرتك الجميلة دي، نعمل كورونا والناس. زمان على ما أذكر قبل عدة سنوات كان في صديقنا من ليبيا عنده برنامج في سيرت في إذاعة سيرت تذكر اسمه الكشفية، بيتكلم عن الكشافة العربية كل أسبوع، كان يدخل معنا بالتليفون على ما أذكر كذا، أتداخل معي عدة مرات، تذكر بهذا البرنامج كان في ليبيا. أتمنى أكون كلمت بصورة واضحة، لأنه مرات بتكلم سوداني لما كنت تعبان ومرهق بتكلم بطريقة سودانية كده سريعة يعني، فأتمنى نقدر نرسل حقيقة. دار أختم بموقف طريف حصل أول أسبوع مع بداية الكورونا،
كنت شغال في التلفزيون برنامج، والبرنامج ما فيه أخبار صحف، كنا بنستعرض تجربة للصحيفة السودانية، خصص العدد كامل عن الكورونا. وأنا خدت بالي إنه في كثير من الدول منعت الصحف لأنها ممكن تكون سبب لانتقال الفيروس. ممتاز، شكرا ده حليم سادنا، يديك العافية يا غالي، شفتك في إسطنبول تقريبا في زيارتك الأخيرة وكذا. فكان يصادف في الأمر إنه الصحيفة، أنا عارف إنه الصحف ممكن تكون سبب لانتقال الفيروس، فقمت بكل بساطة وبكل تلقائية يعني مسكت الصحيفة بالمنديل، ما في مناديل موجودة هنا في البيت الآن في الجانب الآخر من المنزل يعني في الشقة، ومسكت الصحيفة بهذه الطريقة في إطار الحماية، ويعني بالمنديل بهذه الطريقة بكل بساطة وكل تلقائية حتى أوصل فكرة للآخرين. فمسكت الصحيفة بهذه الطريقة إنه أنا ماسكة بالمنديل وكذا، فكان العالم كله والسوشيال ميديا في السودان تضيق فيه إنه كيف المذيع يمسك الصحيفة بالمنديل، وين الجلوفز أو الجوينتات وغيره وكذا كنا لبسناها في الوقت ذاك. لكن كان الفكرة إنه نقدم رسالة إنه يا جماعة إحنا مقبلين على وباء، عشان كده حتى ظاهر في مصهرنا حتى الدقن وعدم الحلاقة والتهذيب، إنه ما ممكن نطلع نمشي حلاق هذه الأيام، الفيروس المنتشر، ممكن الأسبوع الجاي الشعر يكون أكثر مخنفس وتبقى القصة صعبة شوية. شكرا مرة ثانية على وجود، على هذا التواصل الشفيف، على كل زي ما ذكر الدين بترد للسيد عواد. أذكركم مرة ثانية ختاما، قدر ما الله يدانا نقعد في بيوتنا، نقول بالسودانية نقعد في بطن بيتكم، ما نطلعوا قدر الإمكان، كل ما الله يديك فرصة زمن تغسل يدك بالموية والصابون بالطريقة متعارف عليها متكاملة مدة 40 ثانية غسيل مغري حتى يتغير لونك من لون مصعب يصبح لون دينا، يعني أهم حاجة بعد تغسل يدك بصورة مميزة يعني تتعب عليها. بعد ذاك لو ما في نقوم نشتغل بالطريقة بتاعت المعقمات قدر الإمكان، ما نصافح ما نسلم، وإذا كنا مجبورين نطلع خارج البيت نبعد عن الاختلاط قدر الإمكان على مسافة ونص في السوق في الشارع في 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 السوق في الشارع في أماكن التجمعات في المواصلات في غيره، لأنه أي سطح ممكن نحن نهبشه ممكن يكون هو سبب لانتقال الفيروس. الفيروس يعيش فترات طويلة جدا جدا ممكن تصل ل 20 ساعة في الاستيل. ربنا يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله، وإذا كان بد من نحتص ما نحتص أقسم بهذه الطريقة يطلع الرزازة نحتص حتى ما يتناثر في المعدات وكذا، مفترض نحتص على بطن اليد على هذه المنطقة. محتاجين نتكلم في حلقة خاصة يا أستاذ دينا عن الإعلام في 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 مرحلة الخطر، يعني الإعلام هو يغطي هذه برضو الكورونا نموذجا، الصحفي بيطلع بيصور مفترض يعمل شنو، كيف يأمن نفسه وسلامته وسلامة معداته وإنه ما ينتقل له العدوى. ده برضو موضوع آخر حنتكلم عنه بشيء من التفصيل، لأنه في أسبوع فاتر كنت موجود مع المصابين في مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي، بدنا نقدم معهم معلومات. ربنا يحفظكم مرة ثانية، شكرا جميلا لكم وللزمن الجميل الذي جعلنا نلتقي ونتلاقى ونلقاكم. الشارع كتابه ومشى والداب عمره ابتدى، خبي نسيم الزمن ذكرى الشر الوينو وحدوته كشفية وحبوبة حكاوي زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا.